البداية مع العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها. بدأت الطواقم الميدانية لبلدية جنين في إزالة أثار الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي في المدينة ومخيمها. قال وزير الحكم المحلي مجدي الصالح إن الطواقم الميدانية تبذل كل جهد ممكن منذ الساعات الأولى لانسحاب قوة الاحتلال، وأشار إلى أن العمل جار من أجل إزالة أثار العدوان وإعادة تأهيل وإصلاح البنية التحتية في أسرع وقت. وأعلنت الحكومة الفلسطينية أنها بصدد وضع جدول زمني لإعادة بناء ما دمره الاحتلال وتأمين جميع المستلزمات بالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا والمجتمع الدولي. بيوت مهدمة، سلالم مبعثرة، ركام متناثر، هياكل سيارات مدمرة، طرق جرى تجريفها، أرصفة اقتلعت أجزاء منها، كارثة أشبه بما تخلفه الزلازل. هكذا هو الوضع في مدينة جنين الفلسطينية ومخيمها بعد يومين من عملية عسكرية واسعة النطاق هي الأعنف منذ نحو عقدين. استيقظ العالم على لحظات مأساوية أبطالها من سكان جنين والآلاف من اللاجئين داخل مخيمها. حجم الدمار الهائل الذي خلفته العملية الإسرائيلية لا يمكن وصفه داخل المخيم الذي تتصاعد في سمائه أعمدة الدخان الأسود بين حين وآخر، وسط انقطاع لإمدادات المياه والكهرباء بعد تدمير الخطوط الرئيسية لشبكات المياه والكهرباء في المخيم. الوضع في جنين يعيد إلى أذهان الشعب الفلسطيني مشاهد عام 1948، فالعديد من السكان قالوا إنهم يعيشون نكبة أخرى. ملامح الحزن والأسى تكسو وجوه مئات الفلسطينيين وهم يحملون أطفالهم وينزحون من مخيم جنين بعد أن أجبرهم الاحتلال الإسرائيلي على ترك منازلهم بشكل قصري في تغريبة جديدة، وكأنهم لم يكتفوا بتدمير البنية التحتية لجنين. فجأة بكمية جيش كبيرة تمتد على المنطقة، دخلوا لبيوت جيراننا ودخلوا البيت عندي، طلعوا كل الناس من البيوت هاي، حطوا القناصة، اعتقلوا معظم الشباب اللي بهاي المنطقة وأخذونا على، طبعا حطونا دروع بشرية أمامهم، إطلاق نار كثيف جدا من وراء رؤوسنا وإحنا ماشي معاهم، يعني لما حطونا بهاي المنطقة صاروا طخوا من ورانا، إطلاق نار كثيف يعني أكثر ما يتصوروا عقل، يعني أنا كان معاهم 30 جندي، 30 كانوا طخوا على المخيم. رئيس بلدية جنين وصف حجم الدمار داخل المخيم بالكارثي، وأكد أن طواقم البلدية تلقى صعوبة كبيرة في مباشرة عملها لإعادة المياه والخدمات الأساسية لسكانه. وتحت وطأة الهجمات والاعتداءات الإسرائيلية الشرسة بلا هوادة، يظل الشعب الفلسطيني الأعزل صامداً رغم الظروف القاسية التي يعانيها، متمسكاً بآماله من أجل تحقيق هدفه المنشود بإقامة دولته المستقلة وإنهاء الاحتلال. أكد محافظ جنين أكرم الرجوب أن العدوان الإسرائيلي تسبب في دمار هائل في البنى التحتية، مشيرا إلى أن حجم الخسائر ضخم وكارثي. وفي تصريحات للقاهرة الإخبارية شدد رجوب على ضرورة استجابة الحكومة الفلسطينية لمعالجة الأضرار في مخيم جنين الناجمة عن القصف الإسرائيلي. حجم الخسائر كبير جدا وكله يتعلق بالبنى التحتية بعد قضية الشهداء، عندما نتحدث عن 12 شهيدا وفوق 100 إصابة من ضمنها 20 إصابة خطيرة، نتحدث عن البنى التحتية، هناك دمار كبير في البنى التحتية في المخيم، في الشوارع، في الكهرباء، في المياه، في الصرف الصحي، كل ذلك بدأ العمل به منذ ساعات الصباح. الأشغال العامة بدأت التعامل مع الشوارع وشركة الكهرباء مع الكهرباء والمياه مع المياه، ولكن هناك أيضا ضرر كبير في لحقة بالبيوت.
البيوت. الجيش الإسرائيلي اقتحم المخيم من بيت إلى بيت، يعني جميع البيوت متلاصقة، وكان يقوم بتدمير الجدران للوصول إلى البيوت الأخرى التي اقتحمها. وبالتالي هذا الموضوع ليس من السهل أن تحصر الأضرار في ساعات، ولكن المهم في الأمر أن هناك تعليمات من السيد الرئيس للحكومة بضرورة الاستجابة السريعة لاحتياجات المخيم وترميم الشوارع والمياه والصرف الصحي والكهرباء. هذا وشيعت حشود من أبناء الشعب الفلسطيني جنازة شهداء الهجوم الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها، وانطلقت دعوات فلسطينية اليوم للمشاركة في مسيرة تشييع الشهداء أمام مستشفى جنين الحكومي. وأسفر العدوان الإسرائيلي عن استشهاد 12 فلسطينيا بينهم 5 أطفال وإصابة أكثر من 140 آخرين، كما تسبب في دمار كبير بمدينة جنين وألحق أضرارا جسيمة بممتلكات الفلسطينيين بالمخيم، وأجبر المئات من أهالي المخيم على النزوح. أعلن الجيش الإسرائيلي أن الهجوم على جنين في الضفة الغربية انتهى رسميا، مؤكدا مغادرة جنوده المنطقة. كان الجيش الإسرائيلي نفذ عملية عسكرية قال إنها تهدف إلى تدمير البنية التحتية والأسلحة الخاصة بجماعات مسلحة في مخيم جنين على حد وصفه. وبدأ الجيش الإسرائيلي عمليته بهجوم بطائرة مسيرة في الساعات الأولى من صباح الاثنين، ونشر أكثر من 1000 من القوات الإسرائيلية. من جهة أخرى، أعلن الجيش في وقت مبكر اليوم مقتل جندي إسرائيلي أثناء عمليته في مخيم جنين. للمزيد من التحليل والتفصيل نتحول إلى الزميلة شيماء الكردي لتطلعنا على آخر التفاصيل هناك. إليك شيماء. شكرا لك رعد، أهلا بكم. المزيد تنضم إلينا من رام الله مراسلة القاهرة الإخبارية ولاء السلامين. ولاء أهلا بك ومرحبا. أصداء ما حدث في جنين كانت لها واقع كبير على رام الله، تفاصيل أوفى وما خلفته هذه الأصداء من مواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين خلال الساعات الماضية. أهلا بكم. يعني الأصداء كانت جميعها بانتصار جنين ومخيم جنين على العدو الغاشم، الذي قال أن هذا انتصار سجد له ولكتائبه التي دخلت المخيم، ولكن كتيبة جنين قالت أنها سوف في الساعات القادمة ستنشر فيديوهات قالت بأنها ستبث كيف دمرت الآليات وأعطبت آليات دخلت إلى مخيم جنين. ويعني خلال انتحابها في ساعات متأخرة من الليلة الماضية كان قد أصيب جندي، ومن ثم تم الإعلان بعد ذلك عن مقتله. سوف يكون هناك جنازة لهذا الجندي وفي مستوطنة بيتين، ومن الممكن أن تتعرض مركبات الفلسطينيين لهجمات من قبل المستوطنين خلال الساعات القادمة. إذن هذه الأصداء التي انتشرت بين أوساط الشعب الفلسطيني ما بين فرحة عارمة بعدم سقوط كتيبة جنين بين أيدي الاحتلال الإسرائيلي، والحزن من جهة أخرى على 12 شهيدا الذين شيعوا في مقبرة جنين ووروا أثرى خلال الساعات الصباح من هذا اليوم. نتحدث عن مقبرة جماعية عمل عليها أهالي مخيم جنين لارتقاء هؤلاء الشبان الفلسطينيين في المخيم. لو تطلعين أكثر ولاء عن طبيعة المواجهات، وقلت في حديثك بأن هناك احتمالية لربما أعمال تخريب من قبل الإسرائيليين على بيوت الفلسطينيين جراء ما حدث خلال الساعات الماضية، هل من تجهيزات وضعت وتم الحديث عنها على الأقل في الساعات المقبلة تحسبا لهذه الأقاويل التي قلت بها؟ الآن دعوات للفلسطينيين بأخذ الحيطة والحذر ممن يعني هم خارج مدينة رام الله ومن الخارجين، وأيضا الذين يدخلون إلى المدينة حسبا من أي هجمات للمستوطنين على مركباتهم وأيضا على المدنيين العزل داخل منازلهم. نتحدث عن يعني هناك روابط للقرى سوف تقوم
بحماية الفلسطينيين وخاصة القريبين من المستوطنات المحارية لهم، الذين بين الحين والآخر يقوم المستوطنين بإدرام النيران في محاصيلهم الزراعية، أو لربما أيضا الاعتداء عليهم بمركباتهم أو في منازلهم. لو تطلعين أكثر أيضا عن حجم الدمار، إذا كان هناك دمار خلف من المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الماضية. يعني خلال الساعات الماضية نتحدث عن مجمل الأحداث في الضفة الغربية، عند ولا هل لازلت معي؟ نعم، أتحدث عن العدوان على مخيم جنين. عندما نتحدث عن العدوان على مخيم جنين منذ اللحظات الأولى، تمت مسيرات منددة من قبل محافظات الوطن ومن الشعب الفلسطيني بجرائم الاحتلال، وخاصة على الحواجز العسكرية المقامة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية. وتمت هناك اندلاع مواجهات نذكر منها في جنوب الضفة في بلدتي دورة وحلفول، نتحدث أيضا كان هناك في بيت لحم في بلدة الطوع أيضا مواجهات، وفي المدخل الشمالي لمدينة البيرة حيث شهدت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال وشبان الفلسطينيين، وذلك تنديدا بجرائم الاحتلال في مدينة جنين ومخيمها. نتحدث أيضا عن المواقف الإنسانية في محافظات الضفة الغربية، حيث كانت هناك مواقف مشرفة للفلسطينيين بأن من نزحوا فتحت أبواب الفلسطينيين لمن نزحوا من المباني التي تم تهجيرهم قسرا وعنوى عنهم، فتحوا منازلهم لهؤلاء المواطنين في مخيم جنين. ونتحدث أيضا عن الحملات الاجتماعية بالإضافة إلى إذن هي جهود مبذولة من جميع طبعا الجوانب. زميلتي ولاء السلامين مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، شكرا جزيلا لك. للمزيد من المتابعة أيضا ينضم إلينا الأستاذ نضال عبيدي رئيس بلدية جنين. أستاذ نضال أهلا بك ومرحبا. قبل الحديث عن الجهود المبذولة لإعادة إعمار ما تم طبعا تدميره من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الماضية، ما هو حجم الدمار ومدى هذا الدمار الذي حدث؟ يعني بداية هو يعني دمار ممنهج قامت فيه القوات الإسرائيلية، يعني المسددة بالسلاح، مسددة في الآليات، مسددة في كل أدوات القمع، أدوات القتل، أدوات التدمير، وهي يعني بعد يعني ما تم الدخول إلى المخيم وللأماكن اللي كان يعني تم تدميرها، الحدث يرتقي إلى جريمة، يعني جريمة دولية، جريمة قام فيها العدو الإسرائيلي اتجاه شعبنا واتجاه أرضنا واتجاه مناضلينا. الآن حجم الخسائر يعني يفوق التوقعات، حجم الخسائر عظيم جدا، وإحنا الخسارة الكبرى اللي تعرض لها شعبنا الفلسطيني، خسارتنا بالأرواح، خسارتنا بالشهداء، خسارتنا يعني في أبنائنا، في يعني رغم أنه معظم الشهداء الموجودين يعني راح نشوفوا اعمارهم، يعني اعمار الاطفال ب 15 14 و16 سنه، هذول ليسوا بمقاتلين ولا لهم علاقه في المقاومه، لكن الآلة الإسرائيلية تقتل كل ما لديها، كل ما تشوفه، كل ما يعني يتعرض لها. الان الموجودين انتم بجوز بتلاحظوا بالسابق في عندنا بنات مدرسة، عندنا معلمين وعندنا معلمات، عندنا يعني نساء قتلت يعني أثناء يعني تواجدها في بيتها. القتل اللي الآن اللي حاصل شفنا سابقا يعني شيرين أبو عقري وهي صحفية تعمل ضمن يعني فريق إخباري وتلبس اللباس لأنه القتل آلي، يعني دمار شامل قاعد بصيب. طيب أستاذ نضال، يعني نعم، تحدثتم عن وجود جدول زمني لإعادة بناء ما دمروا الاحتلال، كما قلت الدمار كبير جدا، إذا هناك ميزانية لابد أن توضع، وسيتم ذلك بالتعاون مع وكالة غوث لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا والمجتمع الدولي، كيف هو شكل هذا التنسيق بينكم وبين هذه المجتمع هذه الجهات؟ الأونروا يعني خلينا نقول الأمم المتحدة
ومؤسساتها غير مكترثة ولم تلبي أي حاجة من الحاجات المطلوبة. أنا امبارح كانوا عنا وشاهدت أنا دون معيني لا المبالاة الموجودة ويعني الضحك على الذكون، وأنا ما شفت منهم أي شيء يذكر. نعم. وهي يعني ميزة صاحبتهم طول الفترة، وأنا بدي أحكيها بالعربي البسيط، يعني الجماعة جايين تخوتوا، ما جايين يشتغلوا ولا جايين يعني يقدموا أي شيء ملموس لأبناء شعبنا ولا لأراضينا ولا لحياتنا. هذا الحاصل من الأونروا، وهذا اللي حاصل من الأمم المتحدة. وبالعكس يعني إحنا الغطاء السياسي اللي أقدمت عليه الحكومة الإسرائيلية هو مرهون، وكان يعني في غطاء سياسي إسرائيلي يغازل فيه المنتخب الإسرائيلي ويغازل فيه المستوطن الإسرائيلي، وبغطاء أمريكي بحت وبغطاء أمريكي واضح. ويعني الآن الأمم المتحدة تتحمل مسؤولية كل ما يجري في المخيم، ولكن لم تلبي أي حاجة من الحاجات المطلوبة منها. شكرا لك الأستاذ نضال عبيدي رئيس بلدية جنين، شكرا جزيلا لك. نعود مرة ثانية لرعد عبد المجيد ورغدة منير لاستكمال باقي ملفات هذه النشرة، تفضل رعد. شكرا لك شيماء. أعرب السفير المصري في فلسطين إيهاب سليمان استعداد القاهرة لتقديم كل أشكال الدعم والمساندة على الأصعدة كافة لدولة فلسطين وشعبها لنيل حقوقه المشروعة وفق القرارات الشرعية والقانون الدولي. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا إن رئيس دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية ونائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو أطلع السفير المصري على آخر التطورات السياسية والميدانية على الساحة الفلسطينية، ومن بينها عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها. وبالتزامن اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية عدة أحياء في مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، واعتقل جنود الاحتلال شابين فلسطينيين بعد مداهمة منزليهما في نابلس، كما شنت حملة مداهمات على عدد من المنازل في بيت لحم. وأفادت مصادر أمنية بأن جنود الاحتلال اعتقلوا شابين في المدينة. أعلنت الأمم المتحدة ارتفاع عدد النازحين في السودان إلى 2,800,000 شخص منذ بدء الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع، وأفادت بأن نحو 600,000 شخص عبروا الحدود السودانية إلى الدول المجاورة منذ منتصف شهر إبريل الماضي. وحذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في وقت سابق من أن عدد النازحين عبر الحدود قد يتجاوز التوقعات السابقة ويزيد على 1,000,000 شخص. وفي التطورات الميدانية، أفاد مراسل القاهرة الإخبارية بأن الطيران السوداني قصف مواقع تمركز الدعم السريع جنوب العاصمة الخرطوم وجنوب غرب أم درمان، وأضاف أن معارك شديدة اندلعت في أنحاء أم درمان غرب الخرطوم، وسعى الجيش لقطع طرق الإمداد حيث تحاول عناصر الدعم السريع إدخال تعزيزات للمدينة. وأوضح مراسلون أن الجيش السوداني شن ضربات جوية وقصفا بالمدفعية الثقيلة في مواقع معارك برية في عدة أجزاء من أم درمان وصفت بالأعنف منذ أسابيع. إلى خبر آخر، حيث أعلنت وكالة الأنباء السعودية أن مصدرا مطلعا في وزارة الخارجية أكد أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط. في غضون ذلك، شددت الخارجية الكويتية على أن المنطقة البحرية الواقع بها حقل الدرة للغاز تقع بالمناطق البحرية لدولة الكويت، وإن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بينها وبين المملكة، ولهما وحدهما حقوق خالصة فيها. نزاع بدأ قبل عدة عقود ظهر إلى الواجهة من جديد. حقل الدرة كما تسميه السعودية والكويت، بينما يسمى في إيران باسم أرش. المملكة العربية السعودية أكدت أنها والكويت تملكان وحدهما حق استغلال الثروات الطبيعية في حقل الدرة، بعدما أعلنت طهران استعدادها لبدء التنقيب في الحقل الواقع في مياه الخليج الغنية بالموارد الطبيعية.
وفي بادرة للتأكيد على رغبتهما في حل الخلاف، جددت السعودية والكويت دعواتهما السابقة للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني. في المقابل تزعم طهران بأن الحقل يقع ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة، حيث قال المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية إن بلاده جاهزة لبدء عمليات الحفر في حقل آرش. ويعود النزاع الدائر حول حقل الدرة إلى ستينيات القرن الماضي، حين منحت إيران امتيازاً بحرياً للشركة النفطية الإنجليزية الإيرانية التي أصبحت لاحقاً بي بي، فيما منحت الكويت الامتياز إلى رويال داتش شيل. ويتداخل الامتيازان في القسم الشمالي من الحقل، والذي تقدر احتياطياته من الغاز الطبيعي بنحو 220 مليار متر مكعب. وأجرت إيران والكويت طوال سنوات محادثات حول حدودهما البحرية الغنية بالغاز، لكنها باءت كلها بالفشل. والسعودية جزء من هذا النزاع، نظراً لكونها تتشارك مع الكويت في المنطقة البحرية التي تحتوي على موارد غازية ونفطية هائلة، حيث اتفق البلدان على تطوير الحقل تطويراً مشتركاً العام الماضي، لكن إيران طالبت بأن تكون ضمن أي إجراء لتشغيل الحقل وتطويره. عودة ملف حقل الدرة للواجهة مرة أخرى سيؤثر بحسب محللين وخبراء على عودة العلاقات الإيرانية السعودية، ويعكر بدوره صفو الأجواء السياسية وعملية التقارب بين طهران ودول الخليج العربية. أحيا الجزائريون عيد الاستقلال في ذكراه 61 تخليدا للتضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب عبر تاريخه بعد أن استشهد أكثر من 1.5 مليون شهيد. وانطلقت بالجزائر العاصمة الاحتفالات المخلدة للذكرى 61 لعيدي الاستقلال والشباب تحت شعار جزائر انتصارات مكاسب وإنجازات، بتنظيم استعراض شعبي ضخم جاب الشوارع الرئيسية للعاصمة. شعب الجزائر روحي ومالي، ألا في سبيل الحرية، ألا في سبيل الاستقلال، ألا في سبيل الحرية. هي ذكرى وطنية تجسد استعادة الجزائر لسيادتها واستقلالها الكامل عن الاستعمار الفرنسي في يوم 5 يوليو عام 1962. ذلك اليوم أصبح في كل عام فرصة للجزائريين لتجديد العهد والولاء للوطن والسير على درب المجاهدين والمجاهدات كما يعرفون في الجزائر، واستذكار تضحياتهم ضد الاستعمار. بمجرد أن وطأت الجيوش الفرنسية أرض الجزائر هب شعبها الرافض للسيطرة الأجنبية للدفاع عن أرضه. جهاد وطني تركزت فيه المقاومة في البداية على محاولة التصدي لدخول الاحتلال وضمان بقاء الدولة، لكن معظم هذه المحاولات باءت بالفشل نظرا لعدم توازن القوى وتشتت الثورات جغرافيا وزمانيا أمام الجيوش الفرنسية المنظمة التي ظلت تتزايد وتتضاعف. واستمر صمود الجزائريين طوال فترة الغزو الفرنسي في القرن 19 إلى بداية القرن 20. اشتدت ضراوة المقاومة عام 1954 حتى عام 1962 وسميت بثورة التحرير الجزائرية، واكتسبت دولة الجزائر القوة عندما أجبرت فرنسا على إعطائها الحكم الذاتي الذي لم يطبق بعد الحرب العالمية الثانية، فبدأت جبهة التحرير الوطنية حرب العصابات ضد المحتل الفرنسي، واكتسبت الجبهة اعترافا دبلوماسيا من الأمم المتحدة لتأسيس دولة الجزائر. كانت معظم هجمات المقاومة هذه حول العاصمة وفي المناطق الريفية،
فسميت هذه الحرب بحرب الجزائر عام 1956، ولكن تمكن الاحتلال الفرنسي بإجراءاته القاسية السيطرة على الوضع في الجزائر قبل أن تدفعها ضراوة المواجهات للانسحاب. وفي عام 1959 أعلن الرئيس الفرنسي وقتها شارل ديغول أن للجزائريين الحق في تقرير مصيرهم وحدهم، حيث حصلوا على الاستقلال في عام 1962. وفي هذه المناسبة دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى مزيد من اليقظة والعمل نحو أنماط مسيرة للعصر في التفكير والتدبير والتسيير، حيث يندمج شباب الجزائر بوعي تام في غاياته التي أصبحت واضحة. في كل عام يتحول يوم 5 يوليو إلى يوم احتفال يتذكر فيه الجزائريون كيف ضحى الشهداء وكافحوا من أجل الاستقلال. نريد حياة لنا حرة. هنا القاهرة عاصمة الخبر، النشرة فيها مستمرة وبعد قليل. قائد الجيش البريطاني يعترف بنقص العتاد العسكري في بلاده ويؤكد الحاجة إلى تحسينات في مخزونات القوات المسلحة والبحرية الملكية. من جديد إلى تطورات الأزمة الأوكرانية. وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف تهديدات قادة كييف بشن عمليات تخريبية في محطة زاباروجيا النووية بالمرتفعة والخطيرة للغاية، ويمكن أن تتسبب بكوارث أو بعواقب كارثية. وقال بيسكوف إنه يتم الآن اتخاذ وتعزيز جميع الإجراءات لمواجهة أي عمليات تخريبية في المحطة. وفيما يتعلق باتفاق الحبوب، قال بيسكوف إن موسكو لن تتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن تمديد اتفاق صادرات الحبوب عبر البحر الأسود، والذي من المقرر أن ينتهي في 17 يوليو. وفي التطورات الميدانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية صد 9 هجمات للقوات الأوكرانية في محور دونيسك، كما ذكرت في بيان لها أن القوات الروسية تدمرت 6 مسيرات وثلاثة مستودعات أسلحة تابعة للقوات الأوكرانية في باخموت. وفي هذا السياق قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين إن محاولات القوات الأوكرانية لإحراز أي تقدم في هجومها المضاد تبوء بالفشل، وسط صد حازم من القوات الروسية يكبد كييف خسائر فادحة. أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن أفراده أحبطوا عملا إرهابيا في منشأة للطاقة بجزيرة سخالين. وفي بيان له، أشار جهاز الأمن الفيدرالي إلى احتجاز مواطن روسي متورط في أنشطة غير مشروعة، واصفا إياه بأحد أنصار النازية الأوكرانية الجديدة. وأضاف البيان أنه تمت مصادرة مواد
في ما أو مواد في مقام إقامته في مكان إقامته يمكن استخدامها في صنع عبوة ناسفة ومراسلات مع منسق إحدى المنظمات الأوكرانية الإرهابية على حد وصفه. هذا وفتح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قضايا جنائية بحق المحتجز. في المقابل قالت هيئة الأركان الأوكرانية إن قواتها خاضت 40 اشتباكا في محاور القتال في منطقة دونيسك خلال 24 ساعة. وذكرت الهيئة أن سلاح الجو الأوكراني نفذ 17 غارة على تمركزات وأنظمة صواريخ روسية. أفاد فياتشيسلاف غلادكوف حاكم منطقة بلغرود بأن بلدة فالويكي الواقعة على أو في المنطقة الروسية الحدودية تتعرض لقصف بنيران القوات الأوكرانية. وقال غلادكوف إن أنظمة الدفاع الجوي عملت بنجاح لكن أضرارا مادية وقعت على الأرض. وبشكل منفصل قال رومان ستاروفويت حاكم منطقة كورسك الحدودية الواقعة إلى الشمال من بلغرود إن مدرسة ومنزلا تضررا عندما تعرضت إحدى قرى المنطقة للقصف دون أن يحدد طبيعة الهجوم. قال الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي إن روسيا هي المصدر الوحيد للخطر على محطة زابوريجيا التي تعد أكبر منشأة نووية في أوروبا. وأشار زيلينسكي إلى أن روسيا تخطط لمحاكاة هجوم على المحطة ووضعت ما يشبه بالمتفجرات على أسطح العديد من وحدات الطاقة بها. كل دولة لديها استخباراتها الخاصة وقدراتها الأخرى لتحديد ما يحدث بالضبط ومن المسؤول. الآن لدينا معلومات من استخباراتنا أن الجيش الروسي قد وضع أشياء تشبه المتفجرات على سطح العديد من وحدات الطاقة في محطة زابوريجيا النووية، لكن على أي حال يرى العالم ولا يمكنه تجنب رؤية أن مصدر الخطر الوحيد لمحطة الطاقة النووية في زابوريجيا هو روسيا وليس أي أحد آخر. ويسعى المهندسون والمبتكرون وكبار المسؤولين الأوكرانيين لتدمير أفضل الطائرات الروسية التي تهاجم المدن الأوكرانية. وعرض المسؤولون مليون دولار جائزة مالية لفرق الخبراء الذين يعتقد أنهم قدموا أفضل تكنولوجيا ضد مسيرات شاهد الروسية. في قبو وسط مدينة كييف بعيداً عن أعين المتطفلين أواخر الشهر الماضي تم تقديم رؤية نادرة عن قرب لسباق التسلح التكنولوجي الأوكراني مع روسيا. الحاضرون امتزجت تخصصاتهم بين عسكريين رفيع المستوى ومهندسين وعلماء وعشاق للتكنولوجيا. عرض الحدث مليون دولار جائزة مالية لفرق الخبراء الذين قدموا أفضل تكنولوجيا للمسيرات والحرب الإلكترونية ضد طائرات شاهد التي تحلق في أسراب إلى أهدافها وتنفجر عند الاصطدام. أظهرت البيانات الرسمية أن روسيا هاجمت أوكرانيا بعدد قياسي شهري بلغ أكثر من 300 طائرة دون طيار في مايو الماضي، مما يمثل تحدياً للمخططين حتى لا تتكرر محاولات الشتاء الروسية لشل شبكة الكهرباء الأوكرانية بضربات جوية. تطير المسيرات شاهد إيرانية الصنع على ارتفاع منخفض للغاية بحيث يمكنها تجنب الكشف عن طريق الدفاعات الجوية، في حين أن أنظمة الملاحة لديها قوية قادرة على تعطيل الترددات اللاسلكية. زود الغرب أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي متطورة لمواجهة الهجمات الصاروخية، لكن ضرب أسراب من المسيرات تكلفة الواحدة منها 50,000 دولار بصاروخ تبلغ تكلفته المليون دولار هو أمر غير مجد العام الماضي. أطلقت أوكرانيا مشروع تمويل جماعي يهدف إلى إنشاء جيش المسيرات الذي نما ليصبح برنامجاً حكومياً شاملاً يتضمن أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا التسليح، وطلب من المصنعين نشر عناصر الإنتاج في مواقع مختلفة واستخدام ملاجئ القنابل لإنجاز مراحل معينة من التصنيع.
ويختلف نهج روسيا عن أوكرانيا للابتكار التكنولوجي، ففي حين أن روسيا تطور التكنولوجيا من أعلى إلى أسفل من خلال المنظمات الحكومية، فإن أوكرانيا دفعت بالقطاع الخاص في هذا المضمار الأكثر تنوعاً وانتشاراً. وفي عام 2022 كان هناك 7 شركات يمكنها بيع طائرات دون طيار للدولة، والآن يبلغ عددها 40 شركة. ومن المتوقع بحلول نهاية العام أن يبدأ تشغيل ما لا يقل عن 50 شركة. قالت وسائل إعلام بريطانية إن بريطانيا لديها 40 دبابة فقط ونحو 12 فرقاطة ومدمرة جاهزة في حال خوضها حرب ضد روسيا. وبحسب صحيفة ديلي ميل، فإن الجيش الروسي فقد أكثر من 2000 دبابة في الحرب الأوكرانية، لكنه لديه نفس العدد في الاحتياط. وقال قائد القوات المسلحة البريطانية الأدميرال توني راداكين إن هناك حاجة إلى تحسينات في مخزونات الجيش والبحرية البريطانية الملكيين. وتقول الصحيفة البريطانية إن مجلس العموم رفض توفير فرقة قوامها 17,500 جندي مجهزة بالكامل وتقديمها لحلف الناتو. كانت بريطانيا زودت كييف بأسلحة تشمل دبابات تشالنجر وناقلات جند وعربات مدرعة، بالإضافة إلى مدفع AS-90. للمزيد من التحليل والتفصيل حول التسليح البريطاني وغيره من الأمور العسكرية الأخرى، نذهب إلى الزميلة شيماء الكردي. شيماء، إليك. شكرا لك رعد ورغدة، أهلا بكم من جديد. ينضم إلينا من العاصمة البريطانية لندن الدكتور حميد بن يحيى الشجني، الأكاديمي والباحث السياسي. دكتور، أهلا بك ومرحبا. ما حقيقة ما تتحدث عنه الصحيفة في وضع بريطانيا عسكريا ووضعها أمام حلف الناتو من جهة وأمام روسيا من جهة أخرى، وإلى أي مدى سينظر إلى هذا التقرير بجدية من قبل القادة العسكريين في بريطانيا؟ مرحبا سيدتي الفاضلة. يعني كما تعرفون أن هناك مشاكل اقتصادية كبيرة جدا في بريطانيا في مجال الصحة وفي مجال التعليم وفي مجالات متعددة، وأكبر الانفاقات تذهب إلى التسلح والمشاريع التسلح والبحوث نحو التسلح في بريطانيا عشان أمريكا. وهناك العديد من الموظفين في هذا المجال، وكاد هذا المجال أن يحدث مشكل كبير جدا جدا قبل حرب أوكرانيا وروسيا، حيث أصبح هناك نقاش حاد في البرلمان يقول ما معنى يعني زيادة التسلح وما معنى الميزانية الضخمة التي تنفق على الدفاع. والأمور سارت في اتجاه جيد، لم تعد الحرب الباردة موجودة، الخضر تلاشى وما إلى ذلك. الآن تقرع ضبول الحرب مع كثير من الدول الغربية مع روسيا بحجة عملية أن هذه الدول منفردة لا تستطيع مواجهة روسيا، كما هو الحال عندما يقال بريطانيا لا تستطيع أن تواجه روسيا. كلام ليس صحيح ولكن يستهلك للإعلام. فالكلام الدقيق هو روسيا لن تدخل في حرب مع روسيا، بريطانيا لن تدخل في حرب مباشرة مستقلة مع روسيا. أولا ليس هناك لديها حدود يمكن أن تصطدم فيها مباشرة. إذا قامت هناك حرب ستكون حرب كونية، وهذا ستقضي على الأخضر واليابس. طيب إذا ما استبعدنا دخول بريطانيا في حرب مباشرة مع روسيا، في سؤالي كنت أتحدث عن وضع بريطانيا في حلف الناتو. كما تعلم هي من المنتظر أن تقود فرقة الردع السريع التابعة لحلف الناتو والتي تم إنشاؤها أصلا لمواجهة روسيا وردعها في 2014. التخوف داخل حلف الناتو أيضا دكتور حميد فيما يتعلق بقدرة بريطانيا على قيادة هذه الفرقة وقدرة جنودها الذين استنزفوا أصلا في تدريبهم للجنود الأوكرانيين في الأزمة الروسية الأوكرانية. نعم، يعني هناك أموال وأسلحة يعني أعطيت لأوكرانيا، وكان المؤمل أن يتم استنزاف روسيا
في مدة زمنية قصيرة حتى يمكن أن يجنى ثمار هذا الإنفاقات. ولكن كما تعرفون روسيا لديها مخزونات كبيرة، لا زالت يعني تستخدم مخزونات الاتحاد السوفيتي سابقا، يعني عتادها قوي جدا. في مقابل ذلك لا يجب أن ننظر بعين متواضعة بأن بريطانيا لن تستطيع أن تقود حرب المشاة في الناتو. الناتو منظومة معقدة وهناك تداخلات كبيرة. من المشاكل التي قد تؤدي إلى تفاقم الوضع نوعا ما هو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فأصبح هناك تسابق بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في هذا المضمار. أصبح تسابق بين أمريكا وبريطانيا وأمريكا وأوروبا، أيهما أقرب إلى أمريكا وأيهما يجب أن يحظى بالأولويات. هذا هو الذي يجعل في الناتو بعض يعني الشرخات والعثرات. أما أن يكون عمل دقيق إذا تم هناك تخطيط لحرب كونية بمعنى حرب عالمية ثالثة، فإن هذه الدول يعني هي ستجتمع وستنسق وتستطيع أن تحسم أمرها مقابل دولة وحيدة هي روسيا في هذا المضمار. ما يقوم به الآن البريطانيون العسكريون البريطانيون والمناصرين لهم من بعض البرلمانيون هو عملية تعليل لماذا يتم هذا الإنفاق الكبير، بينما القطاعات الكبيرة من الخدمات يتم الغض الطرف عنها وأصبحت بمكانة كبيرة. ولهذا يتم التركيز على والتضليل على حرب روسيا وبريطانيا والتخويف وما إلى ذلك. وهؤلاء القادة البرلمانيون أو القادة العسكريون يعرفوا أن مثل هذه التصريحات ليست مسؤولة، ليست دقيقة بالمعنى السليم. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور حميد بن يحيى الشجني الأكاديمي والباحث السياسي، كنت معنا من العاصمة البريطانية لندن، شكرا جزيلا لك. عودة مرة ثانية لرعد عبد المجيد ورغدة منير لاستكمال باقي ملفات هذه النشرة، تفضل رعد. شكرا لك شيماء. نتابع الآن على الهواء مباشرة مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث وزوجته كاميلا في اسكتلندا، وتحتفل اسكتلندا بتتويج الملك تشارلز وزوجته كاميلا بموكب كبير وعرض جوي ومراسم أخرى. وكان تشارلز وكاميلا قد توجا بكنيسة وينستمنستر بلندن في مايو بحضور نحو 100 من زعماء العالم. وورث الملك البالغ من العمر 74 عاما عرش بريطانيا و14 منطقة أخرى بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث في سبتمبر الماضي من العام الماضي. وسيقام موكب شعبي بمشاركة نحو 100 شخصية تمثل المكونات المختلفة للمشهد الاسكتلندي، كما سيقام موكب ملكي يضم مئات من العاملين في الخدمة العامة على طول طريق رويال مايل في أدنبرا. وقال رئيس وزراء اسكتلندا حمزة يوسف إن الأثواب الملكية والجواهر في التتويج الاسكتلندي لها أهمية تاريخية هائلة، إذ أنها كانت حاضرة في العديد من المراسم الكبرى على مدى القرون الخمسة الماضية. ويرافق تشارلز ابنه الأكبر وولي عهده الأمير ويليام وزوجته كيت، وستطلق في قلعة أدنبرا 21 طلقة تحية للملك. وسيكون هناك أيضا احتجاجات في طريق رويال مايل ينظمها جمهوريون يعارضون فكرة إنفاق مبالغ ضخمة على مثل تلك المراسم.
في أخبارنا الأخرى، أجرى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي زيارة إلى محطة فوكوشيما النووية بعد يوم من موافقة الوكالة على خطة اليابان لتصريف المياه المشعة المعالجة من المحطة إلى المحيط. وفي أثناء الزيارة للمحطة استمع جروسي إلى شرح من مسؤولين بشركة طوكيو للطاقة الكهربائية حول خطة تصريف المياه، كما زار منشأة تتم فيها مراقبة الأسماك كجزء من اختبار سلامة المياه بالمنشأة. كانت الوكالة الدولية أكدت أن خطة اليابان بشأن تصريف المياه المعالجة لمحطة فوكوشيما تتماشى مع معايير السلامة الدولية. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ يين بين أن بلاده تثمن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وترحب بزيارة مسؤول السياسات الخارجية بالتكتل جوزيف بوريل في أقرب وقت مناسب. كان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أشار في وقت سابق إلى أن الصين ألغت زيارة لبوريل كانت مقررة الأسبوع المقبل. تثمن الصين بشكل كبير العلاقات بينها وبين الاتحاد الأوروبي، وقد حافظت بكين على اتصالات مع الجانب الأوروبي على جميع المستويات وفي جميع المجالات. نرحب بالممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي بوريل لزيارة الصين في أقرب وقت مناسب للجانبين، ونحن على استعداد للحفاظ على التواصل مع الاتحاد الأوروبي بشأن هذا الأمر. وفي أخبار الاقتصاد، حيث وقعت مصر اتفاقا مع سكاتيك النرويجية لإقامة محطة لطاقة الرياح غربية سوهاج باستثمارات بقيمة 5 مليارات دولار. وأفاد مجلس الوزراء المصري في بيان أن القدرة الإنتاجية للمحطة ستبلغ 5 جيجاوات من الكهرباء سنويا، وسيسهم المشروع في تحقيق هدف مصر بأن تشكل الطاقة المتجددة 42% من مزيج الطاقة في البلاد بحلول عام 2030. نبقى مع الاقتصاد المصري، حيث قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن الهيئة أطلقت عدة مبادرات صديقة للبيئة أحدثها الدخول في شراكة مع مجموعة يونانية لجمع وإدارة مخلفات السفن. وضاف خلال فعاليات المؤتمر البحري العربي اليوناني الأول الذي تنظمه الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية أن القناة أحرزت تقدما ملموسا على صعيد محاورها الرئيسية عبر تنفيذ عدة مشروعات قومية، على رأسها مشروع قناة السويس الجديدة الذي ساهم في تحقيق القناة إيرادات قياسية وصلت إلى 9 مليارات و400 مليون دولار خلال العام المالي 2022-2023. رياضيا، أعلن نادي أهلي جدة السعودي تعاقده رسميا مع المهاجم البرازيلي الدولي روبرتو فيرمينو في صفقة انتقال حر. ووقع اللاعب البالغ من العمر 31 عاما على عقد للعب 3 سنوات بالفريق السعودي بعد انتهاء عقده مع ليفربول. قضى فيرمينو 8 مواسم مع الفريق الإنجليزي بعد أن انتقل إليه من هوفنهايم الألماني عام 2015، ولعب دورا كبيرا بجانب محمد صلاح وساديو ماني في فوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم وكأس العالم للأندية.
ولنا مانشستر يونايتد رسميا تعاقده مع ميسون ماونت قادما من تشيلسي حتى يونيو 2028. ذكرت تقارير صحفية أن مان يونايتد حصل على خدمة ماونت لاعب وسط إنجلترا مقابل 55 مليون جنيه استرليني بجانب 5 ملايين في صورة مكافآت ولمدة 5 سنوات مع خيار تمديد عاما إضافي. خاض اللاعب البالغ عمره 24 عاما مباراته الأولى مع تشيلسي في 2017، سجل بعدها 33 هدفا وقدم 37 تمريرة حاسمة في 195 مباراة بجميع المسابقات مع النادي. إلى هنا تنتهي نشرتنا، وهذه تذكرة بأهم العناوين. قود ميدانية في جنين لإزالة أثار العدوان الإسرائيلي وإعادة الخدمة إلى سكانها. الأمم المتحدة تعلن نزوح 1,800,000 سوداني منذ بدء الاشتباكات منتصف أبريل الماضي. الكرملين يؤكد أن التهديدات الأوكرانية لتخريب محطة زابوريجيا النووية عواقبها كارثية. لمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة news.net، كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك تويتر انستغرام ويوتيوب، ويمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11,747 ديجيتال. كذلك يمكنكم تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أمامكم على الشاشة. شكراً للمتابعة، إلى اللقاء. من القاهرة عاصمة الخبر.